من جانبه أكد سعادة المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن قناة الجزيرة القطرية تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في السجون القطرية، في حين تبث ادعاءات باطلة تجاه مملكة البحرين، ما يؤكد أنها ما زالت تمارس دورها كأداة للتحريض والتآمر على دول المنطقة. الدولة التي ترعى قناة الجزيرة وهي قطر طبعا التي لا تملك أي مجلس منتخب أو مؤسسات مشابهة لما هو في البحرين، ولكن مثل ما قال المثل قديما فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك نرى هذه الانتقادات المستمرة من هذه القناة تحديدا، هذه القناة القطرية لمنظومة حقوق الإنسان في البحرين. وعلى الجانب الآخر يعني احنا يقال يعني سابقا لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله، عار عليك أن فعلت عظيمه. فهذا النهي التي توجهها قناة الجزيرة طبعا وهو خاطئ. على الجانب الآخر نرى ما تعرض له البحارة البحرينيين في سجون قطر من سوء معاملة لا إنسانية، ومن حرمانهم من أبسط حقوقهم في المعيشة وفي النظافة، وأيضا بالإضافة إلى تعذيبهم وسجنهم لفترات طويلة بدون أي محاكمة عادلة. فهنا طبعا نرى سياسة الكيل بمكيالين في هذه القناة، ونحن نقول طبعا في هذا الجانب كل إناء بما فيه ينضحه. وأيضا كذلك وصلت قناة الجزيرة القطرية دورها في التحريض والتآمر على دول المنطقة وبث سمومها وساءتها المتعمدة ذات المنهجية المكشوفة، ببثها طبعا معلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان ونزلها مركز إصلاحية مثل البحرين. هذا ليس التحريض أخي الكريم، هذا إنما أيضا تآمر، يعتبر تآمر على دول الخليج وعلى البحرين أيضا. على الجانب الآخر نرى قناة الجزيرة القطرية تغض الطرف عن ما يحصل على أراضيها وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا طبعا ليس تجني على الحقائق، وإنما حسب ما بينها تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch واقتبس من تقرير منظمة أن على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وسط تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة، وأن تخفف من عدد السجناء والقيام بالتباعد الاجتماعي وضمان الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية ووضع بروتوكولات للنظافة الشخصية.